واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. الكوندكشن بنشتغل على المقاومات ده المسألة تيجي في الميد تيرم دايما بنحاول المسألة بتاعتنا بالحالة بتاعت المعادلة العامة اللي احنا خدناها السكشن اللي فات أو السكشن اللي قبله وبنحطها في صورة تانية اللي هي الصورة الكهربائية. فأنا قلت لك عن طريق إن احنا نقول إذا كان في كمية حرارة هتعدي خلال 2 فولت لو لك على سبيل المثال كيو 1 ودي 2 هيعدي بينهم كمية حرارة اسمها كيو هتعدي خلال الماتيريال ليها سمك ال وليها ليها نوع مادة كي. فالمعادلة اللي احنا قلنا عليها مسؤول عن انتقال الحرارة ما بين كي واحد وكي اتنين هي كانت كيو بتساوي كي في الآية في الدلتا في على فاكرين العلاقة دي؟ العلاقة دي تقدر تجيبها من المعادلة العامة. يعني لو أخدت المعادلة العامة في الحالة اللي هي one dimension steady state ما فيهاش heat generation فهيطلع عندك علاقة هتكملها مرتين فهتوصل في النهاية العلاقة دي اللي هي بتقول إن كيو بتساوي كي في الآية في الدلتا في على. لو أنا عايز أعمل تناظر بين المعادلة دي والمعادلة بتاعت الكهربية فهرجع لقانون أوم بتاع الكهربية. كان بيقول إذا كان في عندك فرق جهد على مقاومة في واحد في اتنين وقرب هيعدي خلال فرق الجهد ده كمية من الكهرباء اسمها I بحيث إن الـ B بتساوي الـ I في الـ I. عارفين العلاقة دي؟ فرق الجهد عندنا في الحرارة اسمه فرق التمبريتشر وبالتالي هشيل دلتا V أو الفرق في الجهد وأحط مكانه الدلتا إيه؟ الدلتا T اللي هو المقدار ده. الكمية اللي هتعدي خلال المقاومة اسمها I الكمية اللي هتعدي عندنا في الحرارة خلال المقاومة اسمها كيو. فهبدأ أحط علاقة بين الكيو والآي والدلتا في والدلتا في وأشوف الآر هنا بتطلع آر هنا بتساوي كام. فهنحطها في نفس الصورة الكيو بالنسبة لي بتساوي آي والكي إيه على آر هنسيبهم زي ما هما والباقي عندك الدلتا في اللي هي مين؟ هي الدلتا في. عايز أحط العلاقة دي في صورة آي تساوي حاجة في دلتا في تطلع آي تساوي واحد على آر بالدلتا في الدلتا في. بالتناظر بين المعادلتين دول هتكتشف ان الار ثيرمال بالنسبه ل 2 فولت دي بتساوي ال على كي في الاي. دي اول معادله محتاجينها معاك. يبقى اذا كنت عايز احل معادله فيها سنجل سلاب يعني 2 فولت واحده فهناخد المقاومه بتاعتها ال على كي في اي. ولو حبيت تحل المعادله دي تحلها بنفس طريقه قانون اوم. يعني ايه؟ يعني لو كنت مدي لك الخواص بتاعت الحيطه اللي هي سمكها والمساحه بتاعتها ونوع المعدن فده كان هيدي لك المقاومه بالكامل. ولو عندك المقاومه وعندك فرق التمبريتشر تعرف تحسب الكيو عن طريق القانون اللي هو بيقول من هنا كده اذا كان دلتا في بتساوي اي في ار يعني الدلتا في بتساوي الكيو في الار او الكيو بتساوي دلتا في على يبقى ده قانون اوم بالنسبه للكهربائيه وده قانون اوم بالنسبه للحراره والتناظر بينهم واضح. يعني كل شغل اللي احنا هنعمله هنعمله على اساس ان انا عندي نودال بوينتس النود بالنسبه لي في الكهرباء هي الفولت النود بالنسبه لي في الحراره هي التمبريتشر. الكميات اللي كانت معديه الفلوريت بالنسبه للكهرباء كانت الكارد اللي هو الكهرباء الامبير لكن عندنا في الحراره الكميه اللي معديه هي الايه؟ هي الكيلو. لو كان عندي اكتر من سيستم فهنبدا نحول كل السيستم بالشكل ده اللي هو مجموعه من المقاومات. على سبيل المثال لو انا عندي كونفكشن جنب الجدار ده يعني انا عندي واحد وهي اثنين وبعد اثنين في تي انفينيتي بحلها ازاي؟ فقال لك اذا كان في كونفكشن فالكيو اللي كانت معديه بتساوي الاتش في الاريا في الدلتا تي. هبدا اعمل تناظر بين القانون بتاع الكونفكشن والقانون بتاع الكهربائيه. فين القانون بتاع الكونفكشن؟ اتش في اريا في دلتا تي. فين القانون بتاع الكهربائيه؟ اللي هو الدلتا في بتساوي الاي في الار. طب مين الدلتا في بالنسبه لنا؟ من الاي بالنسبه لنا؟ وبالتالي المقاومه هتبقى مقلوب الرقم ده فيطلع عندك ان الار ثيرمال بتساوي واحد على اتش. ده لو كان عندي باوندر كونديشن فيها كونفكشن. طب لو كان عندي اكتر من جدار وبعد كده كونفكشن احلها ازاي؟ قال لك ممكن تبدا بقى تحط مجموعه المقاومات على حسب اتجاه السريان. يعني لو كان السريان ماشي في كل المقاومات بنفس المقدار يبقى ده اسمه سيريس فلو. سيريس يعني على التوالي. ولو كان الفلو بتاعك بيتقسم فهيبدا نقول ان ده بارل فلو. تعال نشوف مثال. لو كان في عندي جدار زي مثلا دي ماده عازله الفرن
المادة العازلة بنحطها ما بين طبقتين من المعدن، لأن المادة العازلة بتكون مادة هشة، فما بتقدرش تشيل الكونستراكشن، ما ينفعش إن إحنا ندي بيها الجدار، بس بندي الجدار من طوب أو بندي الجدار من معدن، وبنحط في النص المادة العازلة، فهيطلع عندك هنا في إنفريشن، في هنا ميتال، في هنا ميتال، في جوه كونفكشن، وفي بره كونفكشن، وهنا في هوت أوبشن. ده فرن بيتكون من ايه الفرن؟ بيتكون من وقود بيتحرق جوه اللي هو مصدر اللهب اللي احنا بنقول عليه هوت أوبشن او الفحم بتاعك بس. فاحنا حاطين هنا حاجه بتعمل اشعاع بتولد كميه حراره كبيره. في جوه الغازات المحترقه اللي هي الاكزوست جازز دي بتعمل كونفكشن. وبعد كده في عندك الميتال اللي هو شايل جسم الجدار من جوه، وبعد كده في الماده العازله اللي هو الانفليشن، وبعد كده في ميتال تاني اللي هو شايل الجدار من بره، وبعد كده في كونفكشن خارجي اللي هو الامبيانت او الوسط المحيط. لو انا عايز احسب المقاومات بتاعه السيستم ده، احول الدايره اللي بتنام من دايره حراريه لدايره كهربيه، احولها ازاي؟ قال لك هتبدا تقسم على حسب اتجاهات السريان. يعني ايه؟ الحراره هتطلع من هنا تطلع بالراديشن من الهوت اوبجكت كسيرفيس للسيرفيس بتاع الفرن الداخلي، هيبقى عندي سهم هنا اسمه كيو راديشن. الهواء السخن اللي موجود جنب الجدار هينقل له كميه طاقه عن طريق الكونفكشن، ففي سهم تاني داخل لنفس الجدار عن طريق كيو كونفكشن. السهمين دول هيتجمعوا مع بعض ويعدوا كلهم خلال المعدن الاول، ويعدوا كلهم خلال الماده العازله، ويعدوا خلال المعدن الثاني، ويطلعوا لوسط المحيط. فيطلع في عندك سهم معدي من هنا لغايه الوسط المحيط هنسميه كيو 2. لو عايز احاول دي دايره كهربائيه فهبدا احط مجموعه مقاومات. انا عندي اول فيها مقاومه كونفكشن هيعدي على مقاومه راديشن ويوصل لغايه درجه الحراره اللي هي اسمها برضو ايه؟ اللي هي برضو اسمها تي 1. ما هو الاثنين دول بيرموا لحد تي 1، انا عندي هنا تي 1 وهنا تي 1. طالما النقطتين ليهم نفس مقدار التمبريتشر فما فيش بينهم مقاومه، دول نقطه واحده اصلا. فهنوصل النقطتين دول ببعض وهبدا اكمل. في عندي مقاومه للمعدن الاول، وبعد كده في مقاومه للماده العازله، وبعد كده في مقاومه للمعدن الثاني، وبعد كده في مقاومه الكونفكشن الخارجي لحد ما اوصل للدي انفينيتي خارجي. كده احنا عملنا الكتريكال سيركت. الالكتريكال سيركت دي عشان احلها هبدا احط كام مقاومات، 1 2 3 4 5 6، عندي 6 مقاومات. لو عرفت احسب الست مقاومات هبدا اجمع بارلل وسيريز، يبقى انا عرفت الاوفر اول ريزيستنس. لما اجيب الاوفر اول ريزيستنس من فرق درجات الحراره الداخلي والخارجي هتقدر تحسب كميه الهيت اللي هتعدي خلال الايه؟ اللي هتعدي خلال الفرن او الجدار بتاع الفرن. تعالى نحسبهم واحده واحده. عندي هنا R1 R2 R3 R4 R5 R6. R1 دي عارفينها كونفكشن، بتتكتب بنفس المعادله بتاعتها ما بتتغيرش، اللي هي 1 على H في الاريا. بس تخلي بالك ان انت بتحل بالH الداخليه او بالH الخارجيه على حسب المقاومه اللي جوه ولا المقاومه اللي بره. يبقى انا عندي R1 1 على H كده. ولو انت هتحل بمقادير الكيوب من غير مساحه، انت عارف يعني ايه كيو كابيتال وكيو سمول؟ الكيو كابيتال دي هي عباره عن وات، والكيو سمول هي وات لكل متر مربع. الريزيستنس نفس الفكره. الريزيستنس يا اما بتاخدها، بص بقى المعادله بتاعت الريزيستنس. ايوه. الريزيستنس بتاخدها دلتا تي على كيو، يعني يا اما كلفن على وات، يا اما كلفن متر سكوير على وات. خلي بالك عشان الوحده بتاعت الريزيستنس احيانا بتلخبط ناس كتير. لو انت عايز تكتب الوحده دي فنقول ان الار ليها واحده من اثنين، يا اما كلفن على وات، ودي الوحده لو انت بتستعمل الكيو كامله. يعني ايه الكيو كامله؟ يعني الاريا داخله في الموضوع، او بنستعملها بكلفن متر على وات، او بكلفن متر سكوير على وات. هنا الكيو كامله، هنا الكيو بريونت لينس، وهنا الكيو بريونت اريا. الاثنين دول هيت فلكس، سواء دي او دي هيت فلكس، بس هتفرق لو انت بتحل بريونت لينس في اسطوانه، او بتحل بريونت اريا في 2 مول. يبقى الكيو هنا بالوات، هنا الكيو بالوات لكل متر، وهنا الكيو بالوات لكل متر ايه؟ ولما بنغير الوحده بتاعت الكيو بنعملها كيو. ده بس عشان محدش يتلخبط في الوحده بتاعتي. نرجع تاني. الار 1 1 على اتش الاريا، ولو انا مش حامل المساحات اللي دي 2 مول فكل المساحات بتاعتها ثابته، فهنهمل الاريا من كل المعادلات. فواحد على اتش 1 وخلاص.
المقاومة رقم 2 دي مقاومة راديشن. عشان تعمل مقاومة راديشن لازم نطلع لها حاجة اسمها اتش راديشن. ايه هي الاتش راديشن دي؟ هناخدها كمان شوية بعد ما نخلص باقي المقاومات، بس احنا في الاخر بنحول معادلة الراديشن لمعادلة كونفكشن، وبتبقى برضو واحد على كأنك كده عبرت عن مقدار الراديشن لمقدار ايه؟ مقدار كونفكشن. فدي اتش مكافأة هعرفك تحسبها ازاي. الار 3 والار 5 زي بعض، الار 3 والار 5 ده اللي من السمك بتاع المعدن، ده ال بتاع الميتال، وده اللي من الفيل بتاع المعدن. فهنقول ان الار 3 بتساوي الار 5 بتساوي ال على كده. طب فين الاريا؟ طب ما ناخدش بقى اريات، طالما انت هتشتغل كل المقاومات باليونت اريا يبقى لازم تجمع كل شغلك بنفس الوقت، ما ينفعش مقاومه فيها اريا ومقاومه ما فيهاش. الار رقم 4 دي هتساوي ال ال بتاع الانفليشن وال كي بتاع الانفليشن، فقاس ال على كده. اخر مقاومه رقم 6 مقاومه كونفكشن، بس اخد الاتش بتاعت الاوتسايد اللي هي الناحيه الثانيه، فاقول ان الار 6 بتساوي 1 على اتش. ده كده سيستم المقاومات بتاعك. كل دي بالنسبه لك ارقام، يعني الحاجات كلها لما نيجي نحل هي بالنسبه لك شويه ارقام. فبتجمع الارقام دي سواء بارل او سيريس على حسب المعادله ايه؟ عارفين تجميع بارل وسيريس ازاي؟ سيريس تجميع جبري، لكن البارل واحد على المقاومه زائد واحد على المقاومه زائد واحد على المقاومه، وتاخد كل المجاميع دي تقلبها في خلاص؟ انا في الاول خالص انا قلت لك السمري بتاع القوانين، القوانين بتاعتنا بتشتغل يا اما على بلين وول يا اما على سلندر يا اما على سفير يا اما على كونفكشن. في البلين وول قلت لك هتيجي ازاي المعادله بتاعتك ال على كيت ايه او ال على كيت، ايه الفرق بين القانونين دول؟ القانون الاول ده واخد الاريا في الاعتبار، وبالتالي وحده المقاومه كلفن لكل وتر. لكن هنا وحده المقاومه كلفن متر سكوير لكل وتر. خلي بالك عشان الوحدات مهمه. لما بتكلم على الار بتاعت السلندر بتلاقيها بتطلع لان الار 2 على ار 1 اللي هو نص القطر الخارجي على نص القطر الداخلي على 2 باي كي ال. مين هي ال؟ ده طول الاسطوانه. لو انا بحل يونت لينس فبشيل ال خالص. بس خلي بالك ان هنا في اريا في الاسطوانه ما فيش. لان هنا المساحه ثابته وبتطلع بره التكامل، لكن هنا المساحه متغيره مع نص القطر وبالتالي ما بتطلعش بره التكامل فلازم بنفكها. عشان كده هتلاقي في البلين وول في مساحه ممكن تشيلها. لكن في السلندر مش هتلاقي مساحه، هتلاقي طول ممكن تشيل. وبالتالي الوحدات بتاعتك الوحده دي كلفن لكل وات، دي متر سكوير كلفن لكل وات. الوحده بتاعت المقاومه بتاعت السلندر برضه كلفن لكل وات لو انت حاطط ال في الموضوع. لو شلنا ال هتبقى كلفن في متر لكل وات. الوحده بتاعت السفيريكال، السفيريكال هتلاقي فيها مفيش بقى طول لان هي عباره عن نص قطر في اتجاهين، عندك سيتا وفاي. فنعطيك كامل بتفك المساحه وما بيطلعش عندك اي حاجه ثابته، فبتطلع المعادله بتقول ار 2 ناقص ار 1 على 4 بوينت 8 ار 1 في ار 2، والمعادله دي وحدتها كلفن لكل. دي كده كل المقاومات. المعادله الاخيره اللي هي 1 على اتش في الاريا نفس الفكره بتاعت الايه؟ بتاعت الكوندكشن. لو خدت الاتش في الاريا يبقى كلفن لكل وقت، لو خدتها اتش بس تبقى ايه؟ تبقى متر سكوير في كلفن لكل وقت. بص هو المسائل بتاعت الكوندكشن كلها هتلاقي ان الصعوبه في انك تفهم هو عايز ايه من المساله، يعني المساله تبقى نصها كبير شويه، فده اللي انا هحاول اوضحه لك وانا بقرا المسائل، وكل مساله بتعبر عن الابلكيشن، يعني الموضوع بيبقى كويس لو انت فاهم الابلكيشن، لو مش فاهم الابلكيشن يمكن الموضوع يبقى فيه شويه ايه تخبط يعني، فهنحاول ان احنا نترجم الكلام اللي بيتقال بشكل كويس عشان تعرف تحطه في صوره الدائره الكهربائيه وبعد كده تبدا تطلع ارقام بقى. المسألة عبارة عن فرن ذا وول اوف دراينج اوفن از كونستراكتد اوف اير انسوليشن لاير اوف جلاس وول، واداك الكيت بتاعتها، يعني الفرن بتاعك معزول عن طريق طبقة من جلاس وول. الكيت بتاعتها 0.05. ساندويتشز بتوين تو ثين ميتال شيت. كلمة ثين ميتال شيت، ثين معناها ان انا اهمل مقاومة المعدن ده، اذا كان المعدن بتاعك رقيق قوي او المعدن بتاعك هايلي كوندكتيف زي النحاس مثلا والالومنيوم، فاحنا بنهمل مقاومته مقارنة بمقاومة المادة اللي في النص، حاطين مادة عزلة أصلا. فلما تيجي تجمع مثلا 1 من 1000 زائد 100 زائد 1 من 1000 تطلع إيه؟ 100 100. خلاص يعني لما يبقى في عندك مقاومات سيريز وفي مقاومة مسيطرة على الموضوع فبتهمل الباقي عادي.
يبقى الفكره عندنا ان احنا عندنا طبقه من الماده العازله محصوره بين طبقتين من المعدن واحنا كده جبل ثيرمال ريزيستنس يعني مقاومتها الحراريه مقاومه مهمله. بدا يقول لك بقى ان الفرن عند في انفينيتي 1300 فانا هرسم الكلام ده عشان ما نضيعش المعطيات. في هنا عندي طبقه من الانسيليشن الكيت بتاعتها 0.05 التي انفينيتي 1300 والكورسبوندنج هيت ترانسفير كوفيشنت اتش 1 25. ده كده بالنسبه للباوند كونديشن الداخليه. الانر وول سيرفيس ابزوربس راديانت هيت فلكس ب 250 واط لكل 100 مربع. تمام دول. الانر سيرفيس ابزوربس هيت فلكس يعني بيمتص كميه هيت بالراديشن مقدارها 250 واط لكل 100 مربع. يعني انا عندي هنا سهم داخل كده ملوش اي علاقه بالكميه بتاعت الكونفكشن لان ده كونفكشن ده راديشن. الراديشن عشان يسهل لك الموضوع ما رضاش يدي لك الحته بتاعت الاتش راديشن هي الاتش المكافئه دي لسه هنتكلم عنها قدام شويه. فالدرك المقدار ثابت 250 واط لكل متر مربع ده كيوب جاهزه خلاص. جميل. From a hot object placed inside the oven يعني في جسم سخن موجود جوه الفرن هو ده اللي بيطلع الكميه بتاعت الاشعاع. الاوتسايد سيرفيس اوف ذا وول ريجكتس هيت باي كونفكشن انتو ان امبيانت اير التي انفينيت بتاعته 25 والكورسبوندنج هيت ترانسفير كونفكشن 15. مطلوب منك رقم واحد درو ثيرمال سيركت فور ذا وول اند ليبل ذا تمبريتشرز يعني ارسم لي الثيرمال سيركت المكافئه دي وهتعمل ليبل من ثلاث حاجات عايز التمبريتشر الهيت ريتس والثيرمال ريزيستنس. معنى كلمه ليبلنج انك تكتب الرموز وبترجم الرموز دي ايه خلاص. فانا هرسم السيركت بتاعتي وبترجم عليها ثلاث حاجات اللي هم الثلاث اضلاع بتوع قانون اوم اللي هو الكيو الهيت ريتس او الهيت فلكس والريزيستنس الار ثيرمال والنودال تمبريتشرز او النودال بوينتس اللي هي درجات الحراره. المطلوب الثاني ديترمايند ذا انفليشن سيكنس السمت بتاع العزل اللي انا قلت لك سيرف ده خالص ريكوايرد تو مينتين ذا اوتر سيرفيس ات سيف تو تاتش تمبريتشر ب 45. عايز درجه الحراره عند السطح ده بدرجه بنسميها سيف تو تاتش تمبريتشر. ايه الاسم ده جاي منين؟ قال لك ان الفرن ده موجود في مكان فيه عمال وفي ناس بتتحرك فلو درجه حرارته عاليه قوي فلو حد لو حد معدي جنبه ممكن يلزق عليه هيسيح. لكن لو درجة حرارته بسيطة حتى لو هي سخنة نسبيا يعني 50 درجة دي تعتبر سخنة بس سخنة ايه تقطعها حد هيلمسها ويشيل ايده على طول وخلاص. فهو بيسمي حاجة سيف تو تاتش تمبريتشر يعني لو حد لمسها ما يتعورش بيقول عليها هنا 45 درجة سنة. المطلوب منك تعرف ال بتاع أول حاجة هتعملها هتبدأ تترجم الدايرة اللي هو مديالك فيزيكال دي لدايرة كهربائية مكافئة. ازاي بترجم دايره كهربائيه مكافئه؟ هتبدا تحط المقاومات اللي موجوده. انا عندي بدايه درجه حراره جوه 300 هنعدي في مقاومه كونفكشن لغايه السطح اللي هنا هسميه تي 1. من تي 1 هعدي في مقاومه العزل لحد ما اوصل ل 45 درجه او تي 2 ومن تي 2 لحد كونفكشن خارجي في عندي مقاومه الهواء اللي بره هنبدا نرسم الكلام ده عن طريق دايره مكافئه. بدايه من 300 درجه هنعدي مقاومة كونفكشن وبعد كده مقاومة كوندكشن وبعد كده مقاومة كونفكشن. طب طبقتين المعدن فين؟ قال لك اعملهم فما ترسمهمش خالص يا اما ترسمهم وتحطهم بزيرو ده هيديك نفس النتيجة بس ما ترجعش تاني على نفسك. هذه 300 اللي هي ناحية الكونفكشن الخارجي فالمقاومة دي تبقى بتساوي 1 على اتش 1. لا المقاومة اللي بعد كده مقاومة العزل هنسميها ورق انفليشن او نكتبها على طول ال على الكي. المقاومة الثالثة هي مقاومة الكونفكشن الخارجي اللي هو 1 على الاتش الخارجية أو اتش 2 يبقى أنا عندي هنا 1 على اتش 2 ونوصل منه درجة حرارة في الآخر 25 درجة 45 45 دي على السطح بعد العزل 25 هي الفلويد اللي بره ركز معايا عشان تفهم. زميلك قال لي في سهم ما عملناهوش في المساله دي خالص ما رسمناهوش جاي منين السهم ده؟ قال لك السهم ده جاي من هوتر اوبجكت. هل انت عندك درجه حراره الاوبجكت ده؟ لا مفيش صح؟ لو درجه الحراره مش موجوده فمفيش نود زياده ما هي النود بتعبر عن درجه حراره لكن في كميه حراره هيت فلكس. خلي بالك الفرق بين الاثنين الهيت فلكس تمشي ما بين نود ونود
لو انا ما عنديش النود الاولى فما فيش مشكله، هاخد الكميه دي وادخل تاثيرها على النود الثانيه بس. طب فين النود الثانيه؟ يعني ده رايح لحد فين؟ تي 1 رايح لحد تي 1. فهنرسم سهم من اي نود انا ما اعرفهاش بس رايح عند تي 1. السهم اللي انا اكتب عليه مقدار 250 وات لكل متر مربع وما اعرفش هو جاي منين وما اعرفش مقاومته بكام، لان يا اما تعرف دلتا تي وار يا اما تعرف كيو جاهزه، فهو مديلك الكيو جاهزه ب 250 وات لكل متر مربع. كده احنا عملنا ليبل لدرجات الحراره 300 تي 1 45 و 25. ده كده الليبلنج بتاع ايه؟ بتاع درجات الحراره اول مطلوب. المطلوب الثاني ليبلنج لكميات الحراره كيو. كميه حراره داخل من هنا 250، كميه حراره هتعدي هنا اسمها كيو كونفكشن 1، وكميه حراره هتعدي هنا اسمها كيو توتال، وهي نفسها كميه حراره هتعدي هنا كيو كونفكشن 2. يعني كيو توتال هتعدي ان سيريز مع الكيو كونفكشن 2، فهما نفس النقطه. عملنا ليه من درجات الحراره وكميات الحراره والمقاومات. فين المقاومات؟ ادي 1 على اتش وال على كي واحد على اتش. ده كده ليه؟ ده التسميه اللي هو عايزها على الدائره الحراريه بتاعته. المطلوب الثاني هتبدا بقى تحل. احل عايز ايه يعني؟ عايز مقدار ال انفليشن اللي هيحقق لك سيت تاتش تمبرتشر اللي هو هيحقق 45 درجه. ها ابدا من ايه؟ هو زميلك بيقول لك اي اثنين نودز تعرف تتعامل معاهم حلهم، صح كده؟ طيب لو جينا ندور في المساله دي، انت عندك ثلاث مقادير مجاهيل اللي هم كيو وار ودلتا تي. في حاجه جديده؟ ما هو ده قانون اوم. بيقول ايه قانون اوم؟ بيقول ان كيو بتساوي دلتا تي على ار. احفظ ده اهم من اسمك من الحاجه دي. خلاص؟ الكيو بتساوي دلتا تي على ار. هبدا ادور على اي منطقه عارف فيها الدلتا تي وعارف الار عشان اعرف اجيب الكيو. لو جيت تبص على المساله بتاعتك، المنطقه دي الاتش فيها معروفه بس الدلتا تي مجهوله والكيو ما ينفعش. طب الطرف ده مش هحله اصلا، ما فيهوش حاجه، ده هو مقدار ثابت وما اعرفش ولا الدلتا تي ولا اعرف الريزستنس. طب اللي بعده هدي على الجزء ده اللي انا عايز احله اصلا، يعني ده الريزستنس بتاعته ايه؟ مجهوله ما اعرفهاش، دي اللي انا عايز اعرفها، والدلتا تي مجهوله فما ينفعش. بنبدا ندور في السيستم بتاعنا، لو جينا على المقاومه الاخيره هتلاقي الدلتا تي معروفه والريزستنس كمان، فانا هبدا من الحته دي. يبقى انا هبدا من الكونفكشن الخارجي. الكونفكشن الخارجي هيقول ان الكيو بتساوي دلتا تي على الار، ده هيديلك الكيو توتال، هيديلك مقدار كميه الطاقه اللي هتعدي في المقاومه دي اللي هي نفسها اللي هتعدي في الكوندكشن اللي هي جت من جمع المقدارين دول. يبقى انت جبت ايه؟ الكيو كونفكشن لوحده. بعد ما جبت الكيو كونفكشن هتجيب التمبريتشر تي 1 عن طريق حل الجزء ده لوحده، وبعد ما اجيب التي 1 هحل المقاومه بتاعت الانسوليشن، فده هيديلك ال ايه؟ عندي ثلاث خطوات هتحل في ثلاث سطور بس. رقم واحد حوالين الكيو بتساوي دلتا تي على ار. انا دلتا تي، دلتا تي اخدها من 45 ل 25، 45 ناقص 25. الريزيستنس 1 على اتش 2 اللي هي 1 على كام؟ اللي هي 1 على 15. هتقسم 15 25 ل 25 كام؟ 20 15 15 يطلعوا 300. إذا كان كمية الحرارة كيو توتال، بس أنا هكتب دي بطريقة أشيك شوية، هخليها كيو سمول وهكتب عليها سمول. يبقى أنا عوضت عن الكيو اللي في قانون أوم بالكيو توتال. المقدار بتاع كيو سي 1 والمقدار بتاع كيو راديشن هيتجمعوا عشان يدوا كيو توتال. ده اسمه كيرشوف كارنت لو اللي هو بيطبق عند النودز عشان تعمل تجميع الانرجي ان الانرجي اوت او الكارنت ان تساوي الكارنت اوت. فهنقول ان الكيو كونفكشن 1 زائد الكيو راديشن بتساوي الكيو توتال. من هنا هنعوض ده ما اعرفوش، ده 250 وده 300، هطلع الكيو كونفكشن 1 بتساوي 50. دي الخطوه الثانيه. الخطوه الثالثه بعد ما عرفت الكيو كونفكشن، تعرف تجيب كيو واحد؟ هنروح نحسب التي 1 عن طريق المقاومه بتاعت الكونفكشن الداخلي، فقلنا الكيو كونفكشن 1 دي بتساوي فرق التمبريتشر 300 ناقص تي 1 على ريزيستنس 1 على اتش 1 اللي هي 1 على كام؟ 25. 1 على 25. الكلام ده هيساوي 5. ال 1 على 25 المضروبه في 50 تطلع 2. 1 على 25 المضروبه في 50 تطلع ب 2، يعني فرق درجات الحراره
المسؤول على انه ينقل الطاقه من الاتش داخليه من ال 300 للسطح هو درجتين بس. يعني تي 1 هتطلع بتساوي 298. حد عارف ليه الفرق الصغير كده؟ عشان الكونفكشن في حد ذاته بيعمل فرق معقول، لان ده كونفكشن في اير، وانت عارف ان مقاومه الاير مقاومه عاليه، المفروض ده تكون نسبه ايه؟ بس ما تنساش ان في حد تاني مسخن، يعني اذا كانت الكونفكشن مسخن ب 50 واط لكل متر مربع، فالراديشن اللي داخل لها 250 واط لكل متر مربع، ده بيسخن. ماشي؟ هل في احتمال ان الرقم ده يطلع اعلى من 300؟ السؤال في واحد ينفع تكون اكتر من 300؟ اثنين العكس يعني ينفع ولا ما ينفعش؟ انا عارف ان اثنين العكس بس ينفع ولا ما ينفعش؟ الراجل بيقول لك اذا كان الراديشن كبير، عارف كبير يعني ايه؟ هو المقدار اللي داخل انا من هنا كام؟ 250 صح؟ طيب تخيل كده ان المقدار ده مش 300، مش اكتر من 250، تخيل المقدار ده اقل من 250، ايه اللي هيحصل؟ 200 مثلا، معناها ان السهم اللي هنا هيبقى بسالب 50، هيتعكس، ومعناها ان السيرفس ده اسخن من ايه؟ اسخن من ال 300. يعني خلاص في الابلكيشن اللي هو ما فيهوش راديشن مستحيل، يعني لو السهم بتاع 250 ده مش موجود مستحيل ده يحصل، لازم الحراره تمشي من الكبير للصغير. وهنا برضه تمشي من الكبير للصغير، بس خلي بالك ان في مصدرين داخلين على نفس النود، ادي مصدر وادي مصدر. بعد ما جبنا تي 1 اصبح عندك المنطقه دي معروفه، فينفع نحل من اول تي 1 لغايه 25 او من تي 1 لغايه 45 اللي رايح تشتغل بيه. اقول بعد كده ان الكيو اللي هي بتساوي 300 هتساوي دلتا تي على الار، يعني تي 1 ناقص 45 على الريزستنس اللي هي ال انفليشن على بوينت 2. كام؟ طلعت كام؟ انت معاك الفلتر فين؟ هل ينفع العزل يطلع مثلا 20 متر؟ طب ينفع يطلع 2 متر؟ هو الـ انا عايزك بس تحس بالارقام، انا بقول لك احسب معايا عشان تحس بالارقام. الرقم لازم يطلع منطقي، يعني لازم تتخيل ان ده فر فعلا والمنطقه دي معزوله. سمك العزل ده يطلع كده ماشي كده ماشي كده ماشي، لكن ما يطلعش بالمتر وما يطلعش بالايه؟ بالمتر. ما يطلعش بالمتر، فهي حاجه بالسنتي. هيطلع كام؟ يطلع 20 سنتي مثلا. ممكن عايز اعرف هيطلع كام بجد؟ ايوه مش عارف يعني كام سنتي؟ هو رسمها لك الرسمه دي، بيقول لك ان انا عندي جدار مكون من 4 ديفرنت ماتيريالز از شون ان ذا سكتش بيلو، ذا ابر اند لور سيرفيسز ار انسوليتد. الفايده من انه بيعزل السطح اللي فوق والسطح اللي تحت ان هو بيجبر الفلو بتاع الهيت ان هو يمشي من الجنب ده لغايه الجنب الثاني في وان دايمنشن، عشان ما يبقاش في عندك اكس وواي. هنحل بس في اتجاه ايه؟ خلي بالك كل القوانين اللي خدناها وان دايمنشن وستيدي ستيت من غير جنريشن، يعني كل اللي احنا بنحله في السكشن بتاع النهارده لازم يكون وان دايمنشن. خلاص؟ فهو بيقول لك ان انا عندي الحراره هتمشي في اتجاه اكس وانا عايز الفوق وتحت، يعني مش حاجه هتهرب من الجنبين ولا فوق ولا تحت. ادالك الدايمنشن بتاعت كل لاير 4 سم و10 سم و5 سم، ده الثيكنس بتاع الجدار، وده ارتفاع 2 متر للجدار الكلي، وهنا قاسم لجدارين، يعني في متر فوق من معدن ومتر تحت من معدن مختلف. الكهات مديها لك 100 50 25 60 كي 1 2 3 4. المطلوب منك يوزنج ثيرمال ريزيستنس كونسبت ديترماين ذا هيت فلو بير سكوير متر اوف ذا اكسبوز سيرفيس اوف بريسكرايب تمبرتشر. مديلك هنا درجه حراره 150
ودرجة حرارة هنا 50 المطلوب منك تحسب الكيو الوقت لكل متر المطلوب الثاني عايز يحسب حاجة اسمها الأوفرول هيت ترانسفير كوفيشنت اسمها اليو اليو دي عبارة عن تجميع كل المقاومات في مقاومة واحدة هقول لك هتحسبها ازاي بعد ما المطلوب الثاني عايز اليو بالوقت لكل متر ربع هتاخد الحالة زي ما اتعلمنا بنمشي مع الأسهم بتاعة الفلو اللي هي الأسهم بتاعة الحرارة وهبدأ أحط مجموعة مقاومات عشان نوصل للثيرمال سيركت بعد ما تجيب الثيرمال سيركت بتجمع بقى الأوسيلس وتخش في تحسب كمية الحرارة اللي هو عايزها أو تحسب الأوفر الحرارة عندك تدخل من هنا هتعدي في الماتيريا رقم واحد اسمع معايا لحد ما توصل للخط ده عند الخط ده فيه سهمين للحرارة يعني الجولة هتخش من هنا كلها هتبدأ تتوزع شوية هيعدوا الماتيريا رقم اتنين وشوية هيعدوا الماتيريا رقم أربعة طب ليه مش هيبقوا قد بعض؟ مقاوماتهم مختلفة فالمقاومة الأسهل بيعدي فيها كمية أكبر والمقاومة الأصعب بيعدي فيها كمية أقل معروف بعد ما يطلعوا من هنا هيتجمعوا في الجدار رقم ثلاثة وبعد كده هيخرجوا من الايه؟ هيخرجوا من الجنب الثاني فيطلع عندك رسمة المقاومات هتبقى كده. النود اللي هي 150 هتعدي على ريزيستنس وبعد كده هتقسم مقاومة فوق ومقاومة تحت وبعد كده هيتجمع ثاني وتطلع على النود رقم 50 خلال المقاومة رقم 1. ادي رسمة بكام قائمة المقاومات لكل جدار من دول هتاخد ال على كيف ايه؟ تاخد ال على كي في ايه؟ ادي ار واحد ار اتنين ار تلاته وار اربعه ينفع بقى اشتغل من غير الاري؟ ها؟ ليه لا؟ مع ان هو طالب ايه؟ عشان الاري مختلف مع ان هو طالب كيو سمول اللي هي كيو برينت اريا بس انا مش هينفع اشتغل برينت اريا لان انا عندي اريات مختلفه في اريا مترين واريا ايه؟ واريا مترين فانا مش هينفع اشتغل برينت اريا هنشتغلها كام يبقى الار واحد ال بتاعتها على الكي بتاعتها في الاريا بتاعتها حد بقى يغنيها الار واحد ال بتاعتها ب 4 سم يبقى انا هاخد 4 100 على الكي بتاعتها اللي هي مديانه ب 100 في الاريا الاثنين الاريا الاثنين في العرض يعني والعرض ده ثابت لكل الايه؟ لكل المساحات فبقى منها المقاومه الثانيه ال على كيف ايه؟ ال بتاعتها ب 10 سم 1 من 10 الكيف بتاعتها ب 50 يبقى هتقسم 1 من 10 على 50 1 المقاومه رقم 3 ال على كيف ايه؟ ال بتاعتها 1 من 10 الكيف 25 الكيف كام؟ الكيف 60 1 من 10 طبعا غير الارقام نخليهم زي بعض نخلي دي 4 نخلي دي 3 يبقى الار 3 ال دي اللي هي 5 سم اهي على الكي بتاعتها 25 في الاريا 2 الار 4 اللي هي الجزء الصغير اللي تحت ده ال بتاعته ب 10 سم على الكي ب 60 يبقى هقسم 1 من 10 على 60 1 مش كده دول؟ انت عندك مشكله دول؟ اصبحوا ارقام صح؟ بعد ما ارقام جمع تجميع سهل قوي هنا تجميع في عندك مقاومتين بارل هتجمعهم مع بعض الاول ولما تخلصهم تبقى تجمعهم مع الاثنين الايه؟ السيريز هتقول الار توتال ده يساوي الار واحد والار ثلاثة واحد والار ثلاثة والار ايكوفلنت بتاعت تطلع ار 2 وار 4 على ار 2 زائد ار ده كده الار توتال لو عايز تحسبها بالطريقه العاديه اللي هي ما انتش عارف هيطلع شكلها عامل ازاي تاخد 1 على ار 2 زائد 1 على ار 4 كل سالب 1 عارفين الكلام ده؟ يعني عندك 10 مقاومات ان بارلل تعمل فيهم ايه؟ كلهم بتقلبهم وتجمعهم والتوتال والسالب 1 تقلبه تاني بعد ما جبت الار توتال هتقول ان الكيو هتساوي الدلتا تي على ار الدلتا تي ب 150 ناقص 50 على الار 2 وحدة الكيو اللي طالعة دي ايه؟ وحدتها ايه؟ خدت المقاومة كلها ولا من غير الاريا؟ خدتها كلها يبقى الكيو اللي طالعة هنا طالعة بالوقت.
طب لو هو قال لك سجل اسمه بس هتاخد البي كابيتال هقسمها على ايه؟ الاريا 2 1 هناخد 2 بس دي واحده هتطلع واحد كل من ده اللي هو كان المطلوب الثاني في المساله. انا زودت في المساله ان هو معلوش تمرين في الشيت قد كده ازاي تحسب الاوفرول ترانسفير كوفيشنت بنسميه مقاومة كونفكشن مكافأة لجميع المقاومات. لما بتطلع الـ R equivalent اللي هي الـ R total دي هتروح تاخد الـ R total تساويها بواحد على U في الـ area. فهمت انا عملت ايه؟ اكنك شلت مقاومة الـ total دي وحطيت مكانها مقاومة كونفكشن. يعني كان عندي مقاومات كوندكشن وكونفكشن وفي عزل وراديشن وهيصة. خلاص؟ هنشيل كل الكلام ده ونحط مكانها الـ total. ونشيل الار توتال ونحط مكانها واحد على يو في الاريا. الشبه واحد على اتش في الاريا بس احنا بنغير الاتش نخليها اليو هي هيت ترانسفير كوفيشن زي الاتش بالظبط بس بنديله رمز اوفر اول عشان كده بنفرق بينه وبين الاتش وبنغير العلامه دي نخليها يو وبتعوض الاريا هنا باثنين واحد ويطلع عندك تاني كده عرفت ايه الفكره بتاعت اليو ده بتستخدم في كل المجالات الحراريه. اي هيت اكستشينجر في الدنيا في كونفكشن داخلي وفي فاولنج او رئيس الداخليه وفي مقاومه الجدار بتاع الماسوره وفي رواسب خارجيه وفي كونفكشن خارجي. دول بيطلعوا خمس مقاومات. اي هيت اكستشينجر بيعدي على الخمس مقاومات دول عشان اعبر عن اداء الهيت اكستشينجر مش هعبر بخمس مقاومات هعبر بمقاومه واحده بس اللي احنا بنسميها اوفر اول. اوفر اول يعني تاثير كل دي تاثير كل المقاومات. ازاي بتتحسب؟ بتجيب ار توتال عادي خالص وتستبدلها بواحد على يوتيوب. صعبه؟ هو الار توتال بيجي عباره عن نفس الحاجه بس الار توتال ليها رنجات واليو ليها رنجات. عارف فرق؟ انسى الاريا خالص. الاريا دي مالتي بلاير. يعني لما اقول لك اليو ب 1000 هتعرف تاخد انطباع عن الاكسنج. يعني انا عارف مثلا درجه الحراره اللي شغاله ميه وميه دي اليو بتاعتها في حدود 300 عارف ان درجه الحراره اللي فيها جنب هواء وجنب ميه زي الدكتور العربيه اليو بتاعتها 50 60 70. ممكن تاخد كل الارقام تقللها واحد على 1000 يبقى الار واحد من 1000 بس في حاجه انت رقم بتحسه ورقم ملوش تعبير بالنسبه لك. زي بالظبط لما اقول لك ان انا عندي 2.02 مش عارف 3 او اقول لك 2.3 سم 2.02 متر رخمه شويه لكن 2 سم واضح بس هو الفرق ده. لكن الاثنين بيعبروا عن نفس الحاجه الار توتال او اليو بيعبروا عن نفس الحاجه. هنخش بعد كده على المقاومات بتاعت الاسطوانه. هيشتغل معانا في الجزء بتاع الستيدي ستيت وزاوت هيت جنريشن وبعد كده في جزء تاني في هيت جنريشن ده هيتاخد لسه سكشن قدام وبعد كده هتلاقي الجزء بتاع الفين سيرفس ده غالبا هيتاخد بعد الميت تيرم. يعني الشيت ده هيبقى معانا ايه فتره طويله يعني هيقعد معانا هتلاقي 15 ورقه. فده بيتكلم عن الستيدي ستيت كله. ما انا قلت لك اهو من الاول عشان ما تخطيش. ده في جزء بتاع الستيدي ستيت بالكامل. اللي فاضل لك في الكوندكشن بعديه هو الان ستيدي. يعني ده كده منهج الكوندكشن الجزء بتاع الستيدي ستيت وبعد كده الجزء بتاع الان ستيدي وبعد كده تقلب بقى راديشن. خش في موضوع تاني خالص. ماشي؟ دول مش فاهم قليلين بس انا رقم 7 بيقول لك فيها زي ريفريتور اوف ريفريجريتور يونت. عارفين الريفريجريتور؟ ثلاجه؟ الريفريجريتور يونت بيبقى فيها كوندنسر وريفريتور هما اثنين هيت اكسشينجر مبادل حراري فوق ومبادل حراري تحت. اللي تحت عند درجه حراره منخفضه او ضغط واطي اللي فوق اللي عند درجه حراره عاليه او الضغط العالي. بيتكلم عن الريفريجريتور اللي هو بيكون وظيفته ان يكون جواه فريون ساقع وبره هواء ايه؟ احنا بنحط الريفريجريتور ده جوه الثلاجه بحيث ان احنا بنعدي عليه سيركيليشن للهواء فالهواء يعدي على المواسير الساقعه فيبرد ويخش على الثلاجه يبرد الاكل وهكذا. ده السيركيليشن اللي بيحصل جوه الثلاجه. مهم. The evaporator of a refrigerator unit consists of 10 mm outer diameter and 1 mm thick aluminum tubes. بعد كده بوصف لك شكل ماسوره المنيوم. الماسوره دي قطرها دي اوتر ب 10 ملم والثيكنس 1 ملم. الكيت بتاعت الالومنيوم اللي بستخدم في الايفابريتور ده 180. through which refrigerant passes at a temperature بسالب 20. خلال الماسوره دي الريفريجرنت بيعدي بدرجه حراره بسالب 20. With convection coefficient H1 ب 1000 E infinity 1 وال H1
عندي بقى بره as it flows over the tubes maintaining the surface convection coefficient h1 او كده بين h1 ال h بتاعت الهواء اللي هو الجنب الثاني 83 before routing it to the refrigerator compartment. الكومبارتمنت بتاعت الريفريجريتور هي المنطقه اللي فيها الاكل. فهو بيقول لك ان الهواء هيعدي على المواسير عشان يتبرد فهيحافظ على ال h بتاعت الهواء نسميها h2 بتساوي 80 قبل ما يخش على المنطقه اللي فيها الايه؟ المنطقه اللي هو عايز يبرد. المطلوب الاول determine the rate of heat transfer from the air at 34 degrees Celsius per unit length of the tubes. يعني الهواء عند درجه حراره سالب 4 ودي درجه الحراره اللي جوه الثلاجه. لان انت عارف ان جوه الثلاجه بيكون انت عايز مثلا تعمل تكميم فلازم الهواء يكون اقل من زيرو. لو عايز تعمل تبريد الهواء ممكن يكون زيرو او فوق زيرو حاجه بسيطه. يعني في ثلاجات بتشتغل عند درجه 2 او 3. ماشي؟ المطلوب الاول الديترماين الريت في ترانسفير يعني عايز التيوب بير يونت لينث. المطلوب الثاني يقول اف ذا ريفريجريتور ديفروست يونت مال فانكشن. يعني ايه الديفروست يونت؟ هي الوحده المسؤوله عن ازاله الثلج. مش نسمع ثلاجات اسمها نو فروست. فلو قال لك ان الوحده بتاعت النو فروست دي بقى فيها مشاكل مال فانكشن يعني باظت فهيتكون طبعا من ايه؟ طبعا من الثلج على المواسير بتاعه الريفريجرنت اللي هو المواسير بتاعه الفريون. فدي هتعمل مقاومه زياده مقاومه كوندكشن زي طبقه من ماده صلبه فهتقلل مقدار كميه حراره تقدر تسحبه من الهواء لنفس الاداه لنفس المبادل الحراري بنفس الباور انت بتدفعها. فدي خساره طبعا. فهو بدا يوصف لك الحاله الثانيه قال لك ان احنا لو دي فروست يونت باظت فروست ويل سلولي اكيوميليت اون ذا اوتر سيرفيس اوف ذا تيوبس. يعني ببطء هيبدا يتكون طبقه من الايه؟ طبقه من الثلج على المواسير من الخارج. وعشان نقيم الاداء بتاع الثلاجه to assess the effect of frost formation of the cooling capacity of the tube. يعني عشان نعرف التقييم لاداء الكولينج اللي هو اداء التبريد بتاع الايه؟ بتاع المواسير. We consider a layer of 2 mm thick of frost. هنعتبر طبقه الثيكنس بتاع الفروست 2 مللي والكي بتاعته مديها لك 0.4. الكي بتاعت الفروست دي شبه المواد الموصله ولا المواد العامه؟ هي لو شبه المواد الموصله ما كنتش كتبت لك المطلوب الثاني اصلا. يعني لو هي مش مؤثره هي ماده موصله يعني مقاومتها مهمله. لكن الكي بتاعت الثلج دي طلعت شبه الكيهات بتاعت المواد الايه؟ شبه الكيهات بتاعت المواد العازله. فعشان كده دي موضوع كونسيدرد يعني لازم تاخده في اعتبارك وتعرف التاثير بتاعها عامل ازاي. مطلوب منك كالكوليت ذا هيت ريموف فروم ذا اير اندر ساتش كونديشن. يعني احسب لي في الحاله الثانيه الكيو لا تعدي. هتبدا منين اول حاجه؟ خلي بالك ان احنا عملناه في البلين وول هو نفسه اللي هيتعمل في الاسطوانه مع اختلاف قيمه المقاومه. يعني اللي هيتغير معاك بدل ما كان اسمها ال على كيف ايه هيبقى اسمها لان ار 2 ار 1 على 2 باي كي المقدار بتاع الكوندكشن. طب مقدار الكونفكشن هيتغير؟ مش هيتغير بس مع مرحله صغيره ان الاريا من الداخل مش نفسها الاريا من الخارج. يعني انت تاخد جوه واحد على اتش في الاريا وبره تاخد واحد على اتش في الايه؟ الاريا اللي جوه مش شبه الاريا اللي بره لان الاريا ده لا نص كله. تعالى كده نرسم دي عباره عن 10 مللي وجواها طبقه 1 مللي. يعني الار انر والار طبعا. بكام؟ 5.4. ار 1 بكام؟ واحد الداخلي واثنين الخارجي وار واحد تبقى 5 كام؟ مش 4.5 حاجة ده 5 سيبنا بقى مزيد ممكن نسيب في الارض ده في الارض اول واحد 5 4.5 حد عنده رأي تاني؟ انا مش فاهم السؤال ايه؟ في 4 في 4.5 في 5 عايزين كام؟ لا ما 5 ده 4 مش 4 انا كنت فاهم السؤال اصلا. انا هقول لك الاجابه على طول. الار اوتر 5 هيطرح منها السكنس تبقى 4 لان السكنس ده موجود في الجنبين موجود في الجنب اللي فوق والجنب اللي تحت. ماشي؟
لو انت عايز تاخد العلاقه من بابها يعني العلاقه بتقول ان ار 1 بتساوي ار 2 زائد السكنس او الدي 1 بتساوي الدي 2 زائد 2 في السكنس. الناس اللي بتنسى تكتب دول عندها. اللي ناوي يتلخبط تكتب دول عندها. بس المفروض يعمل السهم يعمل السهم لغايه الاخر. او تي يعني فور. لا السكنس واحد. تاثيره في كده معانا غير واحد وغير اثنين فنعرف نجيب الاريا واحد والاريا اثنين لان هو قال لك عندي بريونت لينس يعني ال بتاعي بيساوي واحد فلما اجي اجيب الاريا الداخليه الاريا انرجي بتساوي باي في دي في ال او 2 باي ار في ال لو انت شغال بالقطر تبقى باي دي ال لو شغال بنص القطر تبقى 2 باي ار في ايه؟ 2 باي ار في ال خلي بالك المساحه اللي بتنقل الحراره على ماسوره مش المقطع بتاع الماسوره هي يعني المساحه الجانبيه للماسوره خلاص فيطلع عندي المساحه دي بتساوي 2 باي بنص القطر بوينت او او 4 في ال بواحد. المساحة الخارجية هتبقى بتساوي الاري اوت باي دي 2 في ال اللي هي 2 باي بوينت او او 5 1. كده المساحة كلها مربعة فبتسيبها عندك على الآلة عشان الأرقام تطلع بايخة شوية. الأرقام فيها 10 اسمها 3 10 اسمها 2 فعشان تقعد تكتبها في المعادلة بتبقى رخمة شوية. فانا شخصيا بفضل ان انا بسيبهم على ايه؟ ايه وبي مثلا. بحطهم انا في الريموت بتاعتي. بعد كده لما نبدا نحل هنبدا نحط مجموعه من المقاومات، عندي مقاومه للكونفكشن الداخلي اللي هي المقاومه بتاعت تي 1 والاتش 1، وعندي مقاومه للهواء الخارجي، وفي عندي مقاومه للجدار نفسه اللي هو صمت الاسطوانه. فنبدا نقول ان انا السيستم بتاعي بيتكون من درجه حراره سالب 20 هتعدي على مقاومه الكونفكشن اه كونفكشن 1 مقاومه كوندكشن وبعد كده مقاومة دي كونفكشن الثانية لحد ثالث ده كده السيستم بتاع المقاومات هم ثلاث مقاومات رئيسيين المقاومة الأولى مقاومة الكونفكشن الداخلي بعد كده مقاومة الكونفكشن وبعد كده مقاومة الكونفكشن الخارجي قيم المقاومات وهسيبكم انتوا بقى تكملوها قيم المقاومات ار كونفكشن واحد واحد على اتش في الاريا عندك الاتش وعندك الاريا حسبنا الاريا في الاول عشان كده عشان اسهل على نفسي الامور ده واحد على اتش انر اريا الاريا انر معاك والاتش انر كمان ايه؟ معاك الار كوندكشن عباره عن لين ار 2 على ار 1 على 2 باي كي فال الار 2 والار 1 معاك الكي 180 والال ب 1 فهتعوض تجيب الايه؟ المقاومه الثانيه بتاعت الكوندكشن الكوندكشن الثانيه واحد على اتش اوتر اريا اوتر الاريا اوتر حسبناها والاتش اوتر هو مديها لك فكده احنا معانا كل المقاومات مطلوب منك تحسب الكيو. الكيو اللي انت بتحسبها بريلنت لينس عشان كده هو كتبناها كيو سمول اللي هي بتاع 3 خطوات لكل متر. حد عارف واحد من المقاومات دي هتبقى ايه؟ لو الاريا دي ما فيهاش طول ودي ما فيهاش طول ودي ما فيهاش طول فتطلع كلفن كلفن في متر لكل ايه؟ كل متر. اتفقنا؟ خلاص هتروح تجمع وتقسم دلتا تي على ار فيطلع لك كده. المطلوب الثاني بقى قال لك ان في طبقه زياده من الايه؟ طبقه زياده من ماده ثلجيه، يعني في عندي كوندكشن. لما تحط الكوندكشن لاير اول غلطه هتغلط فيها هي الابعاد. يعني جزء الهيت ترانسفير ده انت فاهمه كويس ما عندناش فيه مشاكل. لما تيجي تحل بقى بتلخبط في المقارات اللي هي اطراف الاقطار، بتبوظ الدنيا منك خالص. والمساحات اللي انت تحل عليها راحت ان شاء الله. تعالى كده هعمل معاك حته دي بس. لو انا حطيت طبقه كمان ده كده مركز الدايره 1 2 3 القطر فين في الثلاثه دول؟ اللي هو ال 10 مللي اللي هو اللي في النص هو ال 10 مللي كان الاوتر ديامتر بتاع الايه؟ بتاع الماسوره الماسوره هي الجزء ده ده كده الفايض ده الالومنيوم وده الفروست اكتب فيها في الامتحان وانت بتحل عشان ما تلخبطش الحاجات دي هي اللي بتيجي في الميد تيرم فركز فيها كويس الطبقة دي اللي هي عند ار تساوي 5 مللي دي هنسميها ار اتفقنا عليها كام دي؟ ار 2 اتفقنا سميناها ار 2 الار 1 اللي هي هنا دي اللي هي ب 4 مللي طب الار الجديد ده هو السكنس بكام؟
جاي تاخد الخمسه وتجمع عليها السمك طبقه الكروست. هاخد الخمسه مللي اللي هي 2 وهجمع عليها طبقه الكروست اللي هي 2 مللي تطلع 7 مللي. دي كده 7. الاري انر زي ما هي. المساحه المعرضه للفلويد الداخلي اللي هو الريفريجرنت زي ما هي. المساحه الخارجيه المعرضه للهواء زي ما هي. وبالتالي الاري اوت اللي انت حسبتها في المنطقه دي اتغيرت. وبالتالي المقاومه بتاعت الكونفكشن 2 اللي احنا ما جبناش جنبها خالص. انا حطيت تلج. هل جيت جنب الهواء؟ لا اتغيرت. الاتش ثابته لكن الاريا اتغيرت. فبالتالي هيبقى عندك اري اوت دي هتبقى عباره عن باي في دي 3 فطبعا هيتغير معاك الايه؟ هتاخد من الاريا اللي انت كنت حاسبها تضربها ب 6 على 5 او 7 على 5. الرقم اللي انت كنت حاسبه ده هتضربه ب 7 على 5 هيقفل طبعا. بعد كده هتحط سيستم المقاومات ده هيطلع عندك كام مقاومه؟ هيطلع في عندي اربع مقاومات منهم مقاومتين ما اتغيروش ومقاومتين جداد. المقاومتين اللي ما اتغيروش هم الار كونفكشن الداخلي والار كوندكشن. دول ما اتغيروش. المقاومه الجديده هي ار كوندكشن في الفروست بيتحل بنفس طريقه القانون بتاع مقاومه السلندر لان ده كوندكشن. تمام؟ هنكتب هنا ار بتاع الفروست. والار اوتر هتحسبها جديده بدلاله الاري اوتر دي خلاص مفيهاش مشكله. طب الار بتاعت الكروست نفس القانون بس هتاخد الارات ار 3 على ار 2 معاك؟ لما نكتب القانون بتاع الار كروست ده هتكتب لنا ار 3 على ار 2 على 2 باي كي ال وده الكي بتاع الكروست. يعني هتاخد الكي الجديده بتاعت الكلب وهتاخد الار 3 والار 2 هم نص القطر الخارجي والداخلي بتوع الطبقه الجديده بتاعك. ماشي؟ هاخد مساله اخيره. ايه الاتش بتاع الراديشن؟ قال لك هنقارن معادله الراديشن بمعادله الكونفكشن. معادلتين هنكتبهم تحت بعض ونشوف الاتش المكافئه للراديشن تطلع بكام. خلاص؟ انا عارف ان الاتش في الاريا في الدلتا تي ده هيدي لك كيو بتاعت الكونفكشن. وعارف ان الكيو بتاعت الراديشن عباره عن ايبسلون في سيجما في الاريا في سي اس اس 4 ناقص تي سراوندنج. ازاي احول المعادله تحت للمعادله اللي فوق؟ يعني المفروض ان احنا نشطب الكيو مع الكيو والاريا مع الاريا والدلتا تي مع الدلتا تي. ينفع نحل. هناخد ده تي اس سكوير ناقص تي سراوندنج سكوير في تي اس سكوير زائد تي سراوندنج سكوير. حلت الازمه؟ لا لسه في واحده كمان. فيطلع تي اس ناقص تي سراوندنج في تي اس بلس تي سراوندنج تي اس سكوير بلس تي سراوندنج. حلت المشكله؟ خلاص يبقى احنا هناخد ده مع ده وده مع ده وده مع ده. تطلع ايه بقى الاتش راديشن؟ تطلع حاجه مكلكعه قوي. تطلع اتش تساوي ابسلون في سيجما تي اس زائد تي سراوندنج في تي اس سكوير زائد تي سراوندنج. عارف الكلام ده معناه ايه؟ اولا هو انت لو عرفت تحسب الاتش راديشن فالازمه كلها اختفت تماما لان انت هتعتبرها كونفكشن والموضوع انتهى. بس الفكره بقى لو انت مش عارف تحسب الاتش راديشن لان الاتش راديشن دي داله من درجات الحراره ولو انت بتحل عشان تجيب درجات الحراره فما عندكش الايه؟ ما عندكش الاتش وبيكون الحل الوحيد في المساله دي هو الاسامبشن. هنقول تاني؟ هنقول تاني بس في المساله الجايه. اسمع معايا كده؟ انفينيتي زيرو والتانك لوكيتد ان روم موست تمبريتشر ب 22 يعني هو معرض لفرق درجات حراره من درجه حراره داخليه ميه فريش ايس يعني ميه متلجه عند زيرو وبره درجه حراره 22 ده تي انفينيتي ايه؟ والتي انفينيتي اوت. ذا وولز اوف ذا روم ار اولسو ات 22
حد عارف الجهاز متى ايه؟ الولز اوف ذا روم قلصوا عن 22. لما يديلك درجه حراره الولز فهتعرف ان في كلام جاي عن ايه؟ عن الراديشن. طالما بنتكلم عن هواء بنتكلم عن وولز، الهواء بتاع الكونفكشن والولز بتاعت الراديشن. فهو قال لك ان الـ انفنتي اوت دي هي نفسها التي بتاعت الولز. ذا اوتر سيرفس اوف ذا تانك از بلاك، يعني ريسيفتي بواحد، and heat transfer coefficient between the outer surface and of the tank and the surrounding is by natural convection and radiation. يعني الحرارة تتنقل من السطح الخارجي للوسط المحيط بال natural convection والايه؟ والراديشن. The convection heat transfer coefficient at the inner and the outer surfaces ب 80 و 10. ال H inner 80 وال H outer ب 10 والامسيفتي بلاك 1. Determine the rate of heat transfer to the ice to water. ورقم B عايز the amount of ice at 0 degrees Celsius that melts during 24 hours. خليها في المكتوب الأول. المكتوب الأول عايز يعرف حرارة تخش للمية المثلجة اللي جوه دي بمعدل قد إيه. في المكتوب التاني قال لك لو المية دي فيها مية وتلج والتلج ده بيسيح نتيجة الحرارة اللي داخلة، قول لي خلال 24 ساعة قد إيه تلج هيسيح. لو أنت عارف كمية الحرارة اللي داخلة تعرف ترجمها لكمية طاقة وتساويها بال M في H في G فهيديها لك كتلة عملية. فالمهم بالنسبة لنا إن إحنا نحسب أصلاً قد إيه حرارة هتعدي المية المتلجة اللي موجودة. تعالى نرسم السيركل. عندي سبيكل بانك. بس. سبيكل بانك. في عندي R1 و R2. الـ R1 دي بتساوي نص الكتلة الداخلي 1.5 متر. والـ R2 هتساوي نص الكتلة زائد السيركس. يبقى 1.52 متر. عندي 2 سنتي سمك بجوة. هنرسم السيركل بتاعتنا عباره عن كونفكشن وراديشن، هيروح على كونفكشن هيروح على كونفكشن، او بالعكس كونفكشن جوه بس وبره كونفكشن وراديشن. فهيبقى السيستم بتاعك يتكون من 0 ديجري سيلسيوس، هيعدي على المقاومه بتاعت كونفكشن 1 او كونفكشن داخلي، وبعد كده المقاومه بتاعت التانك، وبعد كده هتفرع لمقاومتين الار كونفكشن 2 والار راديشن. خلي بالك الاثنين دول هيتجمعوا عند كام؟ 22 ده النقطتين دول ممكن يبقوا نقطه واحده وممكن يبقوا نقطتين، ما عندناش مشكله في حاجه. يعني لو الاثنين نفس درجه الحراره وتجمعهم ليه؟ نقطه واحده ونحلهم بلد. لكن لو هم مختلفين ما ينفعش تحلهم بلد. يعني لو واحد رايح ل 22 وواحد رايح مثلا ل 15 فكل خط من دول هيكون ليه نهايه مختلفه فبنخليهم كرش الكرنت دول اللي هو قانون تجميع عند الرابع. تعالى بقى ناخد المقاومات دي حته حته. المقاومة الأولى هي مقاومة R convection 1 عارفها؟ الأول مساحات عشان ما نحتاجش واحنا بنكتب المقاومات. مساحة السطح بتاع السبير ايه؟ 4 على 3 4 بس هاي أرشف الأريا هنا هتساوي 4 باي R1 والاريا اوتر هتساوي 4 باي ار 2 سكوير. والار 1 والار 2 دول احنا ايه؟ حسبناهم قبل كده، يعني المساحات بتاعتنا كلها موجوده. هنخش نحسب المقاومات. الار كونفكشن الداخلي ده بيساوي 1 على اتش انر اريا انر، اتش معاك والاريا جبناها. السفير نفسها ار بتاعت التانك دي هتساوي هترجع للقانون بتاع المقاومه اللي هو ار 2 ناقص ار 1 على 4 باي كي ار 1 ار 2. معاك الكي ومعاك الار 1 ومعاك الار 2. الار بتاعت الكونفكشن الخارجي والار بتاعت الراديشن 1 على اتش اوتر في اريا اوتر 1 على اتش راديشن في اريا اوتر. وممكن ما نعملش بارل خالص، لان لو كان في عندك اتش كونفكشن واتش راديشن ممكن تجمع الاتشين وخلاص. حتى لو قلت يعني ممكن ما نرسمش مقاومتين اصلا، ممكن ارسمها مقاومه واحده بس، بس المقاومه دي بالكونفكشن المكافئ. يعني لو اعتبرنا هو مدي لك الاتش اوتر بكام؟ ب 10 صح؟ هنحسب الاتش راديشن سي طلع 5 هتجمع 10 زائد 5 15 ويبقى في ايه؟ كونفكشن. هي هي لو حليت كده او حليت كده الاثنين واحد.
المقاومات للادراج دي كلها معروفه ما عدا الاتش ايه؟ هي دي الازمه الاتش راديشن، لان انا عشان احسب كميه الكيو لازم اكون عارف الدلتا كيو المقاومات. طب الدلتا كيو معروفه من 0 لحد 22، المقاومات كلها معروفه ما عدا الاتش راديشن، فلو انت جبت الاتش راديشن ده هيحل لك الايه؟ الكيو اللي هو بس لما تيجي تعطل الاتش راديشن هتلاقي في مشكله. الاتش راديشن بدله من درجتين حراره، درجه حراره السطح ودرجه حراره الوسط المحيط، الوسط بتاع فين؟ 5.6 × 10^-8 عارف؟ مضروبه بدرجات الحراره. دي بتاع السيرفس زائد 22 بدي بتاع السيرفس زائد 22 سكوير. ينفع اللي انا خدته ده؟ ينفع؟ لا دي سلسيوس ودي المفروض كلفن. ما ينفعش احط محط سكوير وانا شغال بالسلسيوس. فهنشتغل ده بالكلفن. 22 بالكلفن يعني كام؟ يعني 295. 295. بس بخلي بالك ان الدي اس اللي انا هكتبها هنا. صح كده؟ لازم الدي اس اللي انا هكتبها في القانون بتاع الاتش ده يساوي الكلفن. طب احنا عايزين نحسب الاتش راديشن دلوقتي. ما عنديش دي اس هنعمل ايه؟ قال لك الدي اس بتتحسب من الكيو والكيو بتتحسب من الاتش. صح؟ وتاني تاني الاتش بتتحسب من السيرفيس تمبريتشر. ايوه الاتش ده اللي بالدي اس. والدي اس لو انت عايز تجيبها هتجيبها من الفلوريت، هتاخد المقاومه بتاعتها وتحل البيتا تي على الاور فيدي لك البيتا تي، يدي لك درجه الحراره عندها بكام. بما ان عندك معادلتين ونفس المجهول فاحنا بنعمل ترايل. ايه هي ترايل؟ هنفرض الدي اس، نجيب الاتش ونحسب الكيو ونجيب الدي اس تاني ونحسب الاتش ونجيب الكيو والدي اس تاني لحد ما يحصل كونفرجنس. اهي هنقول اول حاجه اسيوم الدي اس، وهقول لك تفرضها على اساس ايه لان دي مش بالفرق، دي بتتفرض بقيم منطقيه. انت فاهم في الهيت انت بتحل ايه؟ هتفرض الدي اس، بعد ما جبت الدي اس رقم 2 هتحسب الاتش راديشن، رقم 3 هتحسب الار توتال، رقم 4 هتحسب الكيو. صح؟ ودي كيو توتال كمان لان ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش اسهام. هتحسب الكيو. بعد ما حسبت الكيو عايز احسب الدي اس منها، هجيب ازاي؟ قال لك حل بقى اي جزء، ممكن تحل الجزء الاخير وممكن تحل الجزء الاول، احنا الجزء الاخير ده عاملين فيه اسامبشن مش هحل. احل الجزء الاول اللي هو منين لغايه فين؟ اللي هو من اول النقطه دي لغايه الدي اس اللي انا عايزه. معاك الكيو ومعاك الريزيستنس مقاومات ومعاك الدلتا تي او سوري عايز تجيب الدلتا تي، فهتروح بعد كده تقول ان الكيو هتساوي دلتا تي على الارض. دلتا تي خلي بالك تاخد مين ناقص مين، تاخد الدي اس ده الكبير لان انا الكبير عندي بره، تاخد دي اس مع 0 22 هي كام؟ دي اس دي مجهوله ناقص 0 على الار كونفكشن 1 زائد الار. الخطوه رقم 4 اللي انت تحسب فيها الكيو هتحسب فيها الكيو على التوتال على الار توتال لان هي دي الدلتا اللي انت عارفها. فلو انت عندك المقاومات كلها وعايز تحسب الكيو هتاخد 22 ناقص 0 على السمشن بتاع المقاومات، يعني دي عباره عن 22 ناقص 0 على ار. اخر خطوه رقم 5 هي تدي لك الدي اس اللي انت اصلا فرضها، فتعمل كلوز لوب يعني تاخد من هنا لغايه الاتش راديشن. مالكش دعوه بالدي اس انت فرضتها مره واحده بس، فانت كل الفرض اللي انت هتفرضه هو مره بس هتفرضها بشكل منطقي. وبعد ما تفرض الدي اس هتبدا تحسب، هتحسب الاتش والار توتال والكيو الحقيقيه. الكيو دي فيها غلط لان الاتش كان غلط، فهحسب منها الدي سيرفيس واجيب الاتش وارجع عيد احط بقى الدي اس بكام؟ 15 مثلا او 20. اولا اي حد هيحطها بره ال 22 فوق ال 22 او تحت الزيرو مش هيوصل. هو اولا هو مش هيعرف يعمل ايه؟ ثانيا هو حطها في منطقه مش بتاعه كونفرجنس اصلا. لو حطها في منطقه ما بتديش الحل، لان الحل بتاعك محسوبه بين 0 و 22. يعني مستحيل الدي اس هتكون بره ال 22 او اقل من 0. دي اول معلومه انت عايز تعرفها. المعلومه الثانيه هي لو في جدار عزل او ما فيش. خلي بالك الجزئيه دي مهمه. المنطقه اللي مقاومتها صغيره بيبقى عليها دلتا كبيره. سوري العكس، مقاومتها كبيره عليها دلتا كبيره. قلنا الكلام ده في اول سكشن. لو كان في منطقه عندك فيها كونفكشن ضعيف او فيها عزل ده هياخد اكبر دلتا تي والباقيين كلهم هياخد دلتا تي منخفض. اهو التاني. تعال بص على التانك ده. الاتش الداخليه 80. الول بتاعتك حديد والحديد ده موصل. والاتش الخارجيه ب 10. فين اكبر مقاومه في 3؟
نقول تاني ال H الداخلية 80 والحديد وال H الخارجية مبدئيا هستبعد الحديد لأن الحديد ده مادة إيه؟ مادة موصلة فالمقاومة بتاعتها صغيرة. طب ال H ال 80 وال H ال 10 مين في مقاومات أكتر؟ ال 10 لأن المقاومة عكس الإيه؟ عكس ال H. فأنا متوقع إن ال 10 دي هتعمل عزل بره فلما هفرض درجة حرارة السطح هفرضه قريب من ال 22 ولا هفرضه قريب من الزيرو؟ انا عزل بره ولا في النص وخلاص في القريب من الزيرو في ناس بتحطه في النص وخلاص بس الحل الاوقع ان هو هيبقى اقرب من الزيرو يعني النص بتاعك 11 مثلا ممكن بقى تفرض 11 تفرض 7 8 هيطلع رقم خالص ولا بتعمل تراي 3 4 مرات تعمل تراي مره واحده او مرتين فانت الفكره ماشيه ازاي بقول لك الفرض غلط اولا في فرض غلط تماما في فرض اكيرسي وحش الفرض الغلط تماما ان بره الزيرو او 22 الفرد الاكيرسي وحشه هو انك مش عارف بقى هو هيبقى ناحيه الرقم الصغير ولا ناحيه الرقم الكبير جهه رقم المقاومات المقاومات الاكبر بتعمل عزل وبالتالي فرق درجات الحراره بتكون عليها كبيره المقاومات الاصغر بيكون فيها توصيف كويس وبالتالي درجات الحراره بتكون قريبه من بعض فمن اول السطح ده والسطح الداخلي والفلويد الداخلي كلهم قريبين من بعض الفلويد الخارجي عن السطح فرق درجات الحراره بينهم ايه فاغلب الفرق ما بين 0 و22 هيروح في المنطقه دي ودول كلهم هيكونوا قريبين من بعض فهي هتطلع في رينج 7 8 درجة. فقلنا نعمل ايه؟ حد عنده سؤال؟ واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.